السلام عليكم ورحمة الله، متى الأحوال؟ بشركم الأحباب، نديروا فيديو صغيرة على الهوية، هوية جزائرية. الموضوع هذا مازلنا حاصلين فيه، الهوية الجزائرية مازلنا حاصلين فيها، الهوية تاع الشعب تاعنا متفرقين، مازلنا متفرقين لأنه مشكل كبير وعميق. وتجور نخمو منين جا المشكل هذا تاع الهوية، شكون هذا اللي متسبب فيه؟ أنا كي نتبع من المتسببين اللي داخلين في الأسباب هذه، نلقى زوج، دو جوار، زوج لاعبين، واحد جانا من جهة اليمنى والآخر جا حشرنا من جهة اليمنى والآخر حشرنا من جهة اليسرى، ما لقيناش روحنا كاع. الأول هو ابن باديس، جا قالك حنا مسلمين، أمازيغ مسلمين، وإلى العروبة ننتسب، راه ضربنا كونتر بي، عربنا ديريكت. ومن الأخرى من كوتي كوش شكون اللي جانا؟ جانا كاتب ياسين، قالك نحن أمازيغ إلى الفرنسيس ننتسب، قال لهم لا لونغ فرونسيز ان بيتان دو غير، معناتها اللغة هذه غنيمة حرب، اللغة الفرنسية لازم نستعملوها في الجزائر لأنها أصبحت غنيمة حرب، لغة مكتسبة. سما اللي يهضر بالفرنسي وفرانكوفوني وفرحان وإكسيترا يقول لك تقول له لغة العدو، يقول لك نو، هذه لغة اكتسبناها ربحناها ولات غنيمة، غنيمة حرب وديناها ولات تاعنا ونقدروا نهضروا بالفرنسي، حاجة عادية. يا جماعة اللغة العربية ولا اللغة الفرنسية هذونا راهم أدوات، ديزوتي، هذا ما كان تولز، هذا ما كان يستعملون، واحد يستعملهم للاتصال، لا كومينيكاسيون، هذا ما كان. ولكن المستعمر يستعمل اللغات هذه باش يتحكم في الشعب، باش يخلق له هوية. والمؤثرين وتقريبا اللغة تلعب كون نشوفوا 60% في الهوية، لأنها هي لغة الكومينيكاسيون، هي اللي تعبر عن الهوية، هي اللي تعبر عن الشخص، هي تعبر على كلش. اللغة تلعب دور كبير وتندمج في الهوية. وهذون المستعمرين كاع يستعملوا اللغة هذه باش الشعب هذا يولي انتماء إليهم. هاو كيما هنايا كي بداو تاعنا يبداو يهضروا بالعربية، جاي ابن باديس قال لك وإلى العروبة ينتسب، حنا مسلمين وإلى العروبة ينتسب. منين جات؟ باسكو بدينا نهضروا العربية. والاخر بهم يبداو كاتب ياسين وجماعته يهضروا بالفرنسي اكسيتيرا، ما يحبوش العربيه ويكتب بالفرنسي اكسيتيرا باش يبرر، وعلى باله بلي الفرنسي استعمار وداروا حاله في الجزائريين، يقول لك ان بيتان دو غير، اللغه هذه اكتسبناها، اللغه هذه غنيمه حرب. اسكو واحد جي في راسو يا جماعه بلي اللغه هي غنيمه، بل اللغة هي اللي تخلينا ننسبه، إن النسب تولي نسب. الآخر خلانا باللغة لونينا أنساب، والآخر باللغة خلاها باللي غنيمة حرب. أنا كي نشوف هذو الزوج شكون وراهم، ممكن نقول أنا يا عبد الحميد بن باديس دعموه تاع المشرق باش الجزائر تبقى عربية بالدرام، باش يقول الكلام هذا، والله أعلم. انا راني نحلل برك، نعرف المشكل هذا منين جا، واللي الجوج هذو اللي ضربونا كونتر بي وحشرونا في كوا، واحد من لا دروات واحد من لا غوش، والاخر تاع غنيمه حرب. بين الفرنسيس قالوا له فوالا ندعموك ونقوموا بك وتعيش بيان فرنسا ونعطوك واحده فرنسيس تعيش معاها اكسيتيرا. قلنا برك الشعب الجزائري قنعوا باللي لا فلون فرنسيز هذه راهي بوتان دو غير، راهي غنيمه حرب. هذا واش نفهم انا في زوج يهضروا الكلام كيما هكذا اللي ماهوش منطقي. علاه ايران هاي دخلت الاسلام، علاه ما يستعملوش العربيه؟ علاه ما قالوش اللغه العربيه ننتسب الى العروبه؟ ما قالوهاش ايرانيين قاعدوا دي بيرس. الاخر اسمها ربي في ماليزيا، في دول افريقيه مسلمه، في دول اسيويه مسلمه اكسيتيرا، ما نو بقاو في الاصل تاعهم. افغانستان أو في الأصل تاعها ما قالوش إلى العروبة ننتسب. وين جات العروبة تنتسب غير في الجزائر؟ وين جات بيتان دو غير فرنسي غير في الجزائر؟ أروح أنت وفهمها. جامي أنا سمعت هنايا كيما لي كيبيكوا كيبداو يدوا الآخر اسمها ربي الاقتصاد والسيادة الاقتصادية ويدوا الأمور من لي زونجلي، جامي قالوا ويستعملوا في اللونجلي، هما عندهم عقدة كبيرة مع اللونجلي كيما حنا عندنا عقدة كبيرة مع الفرنسي.
ما يقولكش لونغلي بيتان دو غار ولا بيتان دو فوالا نو ولا جبناها بالقوه لونغلي ونستعملوها نو هما دروك راهم يكافحوا باش ينحوا لونغلي من الكيباك في كل الميادين ما يفورسيو الشعب يروحوا للكوميرس ولا البرا يعودوا يهضروا بالفرنسي بالقبقوبيه الكيبيكواز حنا نسموهم قباقب هذا ما كان ماشي باش يهضروا باللونجلي على جال باش يثبتوا الشخصيه الهويه نتاعهم باسكو حاصلين هما هنايا في الهويه يا انجلوفون يا كيبيكوا يا فرنسي راهم هما حاصلين راهم يكافحوا يناضلوا باش يريغليو المشكل هذا واختاروا لا كيبيكواز باسكو اللونج فرونسي تاعهم كيبيكواز مخلطه كيما حنا حاصلين تركي في الهويه مع هذه وكي جيت نخمم نشوف من الاسباب لقيت هذو دو زاكتور بنو باديج جا كوتي دروات ضربنا كونتر بي رحنا منا والاخر كاتب ياسين جانا اغوش ضربنا كونتر بي دخلنا الفكره تاع بيتان دو غير غنيمه حرب والله الانسان يقعد يضحك وين رحنا في متاهه كيما هذه كنا امازيغ مشبدين برواحنا بالهويه تاعنا رانا متطورين رانا حاكمين رواحنا رانا متحدين ورانا لاباس بينا دركي ولينا متفرقعين كل واحد في بلاصه ما على بالوش وين راه واحد يهضر مع ولده صغير يقول له قول لي ابي وقول لي ويسمي ابنه هيثم هيثم نسبه الى هيثم والاخر يقول له ليش واحد العقليه والاخر يقول له بابا ماما فيي زي مون فيس فيي ميزي ما في فيي زي مام الهضره تاع الفرنسيين لاكسون هذاك ما كانش هذو الناس هذو اللي يهضروا العربيه والفرنسيين نورمالمون راح يسجلوا رواحهم كما هذاك يحب يشوف روحه توجور يقول يحسب روحه بوغوس كون يشوف روحه في المرية يقنع روحه باللي فوالا خطير نفس الشيء هذاك اللي الصوت تاعو واللاكسون تاعو ما كانش ربي يجيب ويحوس يولي كيما لي فرنسي يسجل روحه ويسمع صوته اون فوا يسمع صوته خلاص يابوندوني هذيك الفكره يقتنع يبطل من الفكره هذيك يقول لك انايا راني كيما الفرنسيس يقول لك انا جزائري امازيغي ويتهنى ويريح روحه هذه هي وسمحوا لنا اذا غلطنا والسلام عليكم ورحمه الله تحيه الجزائر